دربت الوداد ولعبت امام النادي الاهلي عام 2020، في رايك ما الذي تغير عن 2020 بالنسبه للوداد وايضا بالنسبه للنادي الاهلي في 2023؟ انا اعتقد ان الاهلي اقوى بكثير من خلال الخبرة الرائعة التي يتحلى بها لاعبي الأهلي وعقلية الفوز التي تؤهله للتأهل للنهائيات المتتالية، فبالتالي سوف يبلي بلاء حسنا. ولكن هي تعتمد على حالة اللقاء وأحداث المباراة، لكن الأهلي بالطبع فريق قوي للغاية ويحرز العديد من الأهداف، وأيضا الأهلي في حالة جيدة وأنه لديه تناغم وتماسك جيد للغاية. طبعا اللاعبين الأهلي سعيدين جدا بلعب هذه المنافسات وهذه النهائيات المتتالية. دربت الوداد من قبل وتعرف معظم لاعبي الوداد، ما في رأيك أبرز نقاط قوة فريق الوداد وأيضا نقاط ضعفه بكل تأكيد؟ هذا يعتمد على تحليل المدرب. طبعا النقاط القوة التي يلعب عليها المدير الفني بالنسبة للعام السابق والموسم المنصرم، بالنسبة على مستوى الدفاعي والمستوى الهجومي، كان الوداد لديه العديد من النجوم، ولكن بالرغم كان هنالك أيضا بعض الإصابات زي يحيى جبران ولكن الآن اللعيبة الخاصة بالوداد هم في مستوى عالي للغاية بأن يصلوا للنهائي للعام الثاني. المباراة هامة للوداد واللقب هام للوداد، وأنهم يحاربون ويقاتلون من أجل الحصول على اللقب، حتى في مواجهتهم أظهروا ذلك أمام سان داونز. لعبوا بشكل جيد، هم يحاولون أن يمسكوا زمام المباراة على النادي الأهلي. أرى أن هنالك أيضا تماسكا لفريق الوداد أظهروه مؤخرا على صعيد اللاعبين، ولدينا العديد من اللاعبين الممتازين. بالنسبة للأهلي سوف يضم المجموعة متميزة بالنسبة للشناوي وعلي معلول وبرسيتاو وكهربا بالتأكيد، فبالتالي هم لاعبين جيدين ومهمين للغاية، فبالتالي سوف يواجه الوداد صعوبة كبيرة.